قبل ما نبدا الفيديو غادي نقول لكم مبروك عواشركم، الله يدخل لكم الصحه والسلامه. انا جيت لكم من الاخر ديال الفيديو، يلا دوش الخوت عشان نقول لكم مبروك عواشركم، ندير لكم المقدمه. نتمنى تكونوا دوزتوا نهاركم مزيان، تكونوا عييتوا مزيان وكليتوا الشواء زي شويه الخوت. تو نخليكم مع البلوك الحاولي شي بعد تخيل يقول بعد واش المباركه الخوت تعيدوا تعاودوا وغيدوا نزال لكم الصحه والسلامه. ما عنديش مع الصواب مرا عارفين هادشي مزيان، لما بينو بين الصواب الخير والاحسان. باش فكركم الخوت هاد القرن هاد الناس اللي تفرجي في الفايكينغ غيعرفوا هاد القرن ديالها، هذا خصنا نشدوه ونشربوا فيه الماء ونخويوه من الداخل عرفتي الشايب الماء كيعيش فيه. ونورمالمون الخوت تيكون ديال التوار، ولكن انت هذا دايز نشدوه غادي نخويوه غنقيه وغنغسلو ونشرب فيه الماء. انا وراه كنار لو تبرو علاش غندير لهاد القرن هذا خويه من الداخل نشرب فيه الماء. صاير الفايكينغ واحد الحاجه الخوت تعرفوها جديده هو ان الوالده ما عندهاش مع هاد الشيء ديال الماكله ديال الشوا وداك خاطر انا وياها قلت ليها نعطيك 100 درهم الا كليت وحنا نستناو نشوفوا واش غتاكل ولا ما تاكل. يلاه مشكل ها هي 100 درهم كاينه خصك تقولي فين. واه راه 100 درهم كاينه حتى الماكله راه كاينه. والد الخوت كيتحداني شكون اللي يدير كثر في الجونغلا، اللي يدير اقل ما ياكلش القطبان يبقى بلا عيش. كاع شحال تقدر ها انتم تفنوا الخوت واحد التشارج انه الوالد سير اخي بين ليا سبعة وربعين قلت الواليد دار 47 سنتينا مشى ليه الحولي سلامة. ويلي شوف ما صحابش لينا صحاب لي المنافس ديالي الخوت كثر من هكا المنافس ديالي ضعيف فهمتي دار 47 المنافس ديالي دار 47 ولكن توا كتقول التسخين. لا شوف والله ما نعقل عليك شوف لا ما كاينش لا شوف انا كنصور الحكم دابا انا الحكم شوف قلت 47 لا ما كاين ما ولكن الناس شادي لا انت اللي قلتي تحدى ماشي رضاش دابا بلاتي سير وجد ليا داك الشوا طيبو ورياح تكال طيب ليا ورياح 47 الخوت لا صافي سير شوف هادشي ما غنصوروش اخي شوف واحد اثنين ثلاثة أربعة سنة 98 هادي جوج رجلين ديال جوج رجلين قول لهم اخي قول لهم يا عمو هاد العام براش عيش حايمه مزيان ايوا سيادنا هنا غنكونوا وصلنا للمرحله النهائيه ديال الحوي هذا، المرحله اللي غادي نقرضوا فيها الحوي سواء تكون هي اول تجربه الخوت ديالي غنقرض فيها الحوي ما عرفتش نقرضوا مزيان غادي نتعدى عليه. وخليكم مع الفيديو، اي واحد ما كيعرفش يقرض الحوي بغى يتعلم خليك مع الفيديو غادي تعلم كيفاش تقرض الحوي طراف طراف. اول حاجه غادي نبداو بها اللي غادي نضربوا من هنا باش نقرموا غنحيدوا له الرجل تمشي ليه والرجل الاخرى غتمشي ليه يعني غادي نقسموا على الطوب. ناري كنحس براسي مجرم